بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو ملحق ومكمل ومؤكد للفيديوهات السابقة حول الإطار المفاهيمي للتقارير المالية لسنة 2010، بس بدي أحكي أنا في نقطة تطور الإطار، بلاش يكون في لبس في الموضوع. أول إشي إحنا حكينا إحنا في عنا يعني 3 تواريخ، 3 تواريخ مذكورة في الكتاب. التاريخ الأول 89، في هذا التاريخ كان اللجنة اسمها أو اللي بيصدر المعايير أو اللي بيصدر الإطار المفاهيمي أيضا، هم لجنة معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standard Committee. وطبعا هذه عملت أمرين، في 89 أصدرت الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية، القوائم المالية Financial Statements، وأيضا هي مسؤولة عن إصدار تقريبا 41 معيار دولي باسم IAS، أي على سبيل المثال IAS 1 IAS 2 IAS 7 IAS 8 لعند IAS 41. طبعا في بينهم هذول يعني معايير محذوفة، مثلا IAS 3 IAS 4 5 إلى آخره، هذول كل معايير محذوف بتكون، يا إما بكون حذفها أحد المعايير الأياس هذه اللي موجودة اللي عندنا، أو بكون حذفها أحد المعايير الجديدة بالاسم الجديد اللي هو الأيفرس. إذا هذه إلى سنة 89. بالنسبة ل 2001 صار إشي، إنه هذه اللجنة صار اسمها مجلس فقط، صار اسمها مجلس معايير المحاسبة الدولية اللي هي International Accounting Standard Board، بورد مش كوميتي. هذه اللجنة تبنت الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية، بركز القوائم المالية وليس التقارير المالية. هي اعتمدت الإطار المفاهيمي القديم بعنوان الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية لسنة 89. في شيء جديد أيضا، شو عملت هذه المجلس غير إنهم غيروا اسمهم؟ غيروا اسم المعايير المستقبلية، يعني أي معيار راح يصدروه من 2001 ويطلع لفوق مش راح يسموه أياس 1 أو 2 أو أياس 42 أو أياس 43، لا راح يسموه أيفرس. فصاروا يصدروا له ايفرس 1، اصدروا ايفرس 2 لعند ايفرس 17 حتى الان. طبعا هذا اختصار International Financial Reporting Standards، يعني معايير التقارير الماليه الدوليه، هنا معايير المحاسبه الماليه. وطبعا انا شرحت في الفيديو الفرق هنا، يعني تركيز اكثر على التقارير الماليه، هنا المعيار وكانه يوحى انه معيار للمحاسبه كلها يعني، فهنا ادق يعني، لانه الحقيقه المعايير هي بتهتم بالتقارير الماليه وكيف احنا نعرض التقارير المالية وكيف تكون مفيدة لليوزرز والمستخدمين. في سنة 2010 اللي هو احنا الاطار المفاهيمي اللي احنا بندرسه، هي نفس اللجنة ظلتها مثل ما هي، لان شو عملت شو غيرت؟ بدل ما يكون اسمه الاطار المفاهيمي لاعداد وعرض القوائم المالية صار اسمه للتقارير المالية، الاطار المفاهيمي لمين؟ للتقارير المالية Financial Reporting، Financial Reporting يعني هم اسمه بالانجليزي كونسبشوال فريم ورك فور اوف فاينانشال ريبورتنج، فاينانشال ريبورتنج مش فاينانشال ستيتمنتس سنه 2010. خلاص هذا هو الموجود في الكتاب، هذه التفاصيل يعني الثلاث انا حبيت اكد عليها واركز، اركز انه في 2001، في 2001 انا اذكر انه انسالت هذا السؤال في 2001، الاطار المفاهيمي اللي تم تبنيه هل هو نفسه القديم ولا كان بمسمى الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض التقارير المالية. فيبدو أنه راجعت الفيديو فلاحظت أنه كأنه في لبس كان بين الـ 2010 والـ 89، فهذا هو الصحيح، أرجو التصحيح إذا كان حدا فاهم إشي ثاني. هنا التبني للمعيار القديم باسمه القديم إعداد وعرض القوائم المالية. الآن صار تصحيح لهذا المسمى بعد ذلك، في 2010 كان التقرير الإطار المفاهيمي اسمه للتقارير المالية، للتقارير المالية. طبعا الزيادة لكم هو مش مطلوب حاليا، في 2011 هذا المجلس أنهى إعداد الإطار المفاهيمي للتقارير المالية سنة 2018 وبالتحديد في شهر 3، لانه الاطار المفاهيمي للتقرير المالي سنه 2010 كان فيه يعني مش كامل، في شغلات ناقصه خاصه الشابتر رقم 2 اللي هو المنشاه معدل التقرير، كان يعني to be added later
ما كانش كامل، فتم إكماله وإنجازه في الإطار الجديد سنة 2018. هذا اللي أنا حبيت يعني أوضحه للجميع، إنه هذه الأمور يعني نكون منتبهين لإلها، اللي هو في 2001 فقط المجلس غير اسمه وتبنى نفس الإطار المفاهيم القديم اللي كان في 89 نفسه. الآن صار تغيير على اسم الإطار المفاهيمي وصار اسمه إطار مفاهيم للتقارير المالية في سنة 2010، كان الاسم هيك موجود، أما الاسم القديم فلم يكن معتمد في 2010. خلص، هذا هو الرسالة اللي حبيت أوصلها لكم. يعطيكم العافية وأرجو لكم كل خير. السلام عليكم.